أهلا بكم متابعينا في موجز للأنباء أقدمه لكم من راديو أم. بداية، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدا إيداع حمزة شيدوخ الحبس المؤقت مع تأجيل محاكمته ليوم 8 أوت الجاري بعد إحالته أمام قسم الجناح تحت إجراءات المثول الفوري. إيداع حمزة شيدوخ جاء بعد توثيقه لنفاذ الأكسجين بمستشفى سكيكدا، مما أدى إلى وفاة المرضى، ونشر الفيديو على حسابه الفيسبوكي. نفى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أن تكون الجزائر قد تعيش أزمة في وفرة الأكسجين بالمستشفيات، وقال الوزير إنه لوجود لأزمة أكسجين، وإنما كثرة الطلب على هذه المادة أحدث بعض التذبذب. في خبر آخر، تستمر حملة جمع تبرعات من أجل اقتناء مكثفة الأكسجين ووحدة إنتاج هذه المادة الحيوية من وراء البحار وداخل الوطن، ونجحت مبادرة الجارية بالخارج بجمع أزيد من 1,000,000 أورو من أجل اقتناء الأكسجين وإنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا في الجزائر. وعن مغربنا الكبير ومستجدات الشأن التونسي، قال البرلماني عن حركة النهضة محمد القوماني إن حركة النهضة مستعدة لتقديم تنازلات لعودة المسار الديمقراطي بما في ذلك الذهاب لانتخابات مبكرة. ومن جهتها قالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة على الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد. نختم متابعينا بأخبار الثقافة، ونظرا للوضعية الوبائية خصص المسرح الجزائري برنامجا افتراضيا للبث عبر قناته الرسمية على اليوتيوب خلال شهر أوت 2021، ويتضمن البرنامج عروضا مسرحية، حفلات فنية، لقاءات فكرية، إلى جانب مسابقة للأطفال. متابعة شيقة. بهذا نكون متابعينا قد أنهينا هذا الموجز. نذكر أنه باستطاعتكم متابعة أخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وعلى على موقع radio-m.net ومغرب emergent.net. حافظوا على أنفسكم، إلى اللقاء.